اهلا بكم مشاهدينا ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، من جلد التحيه على حضراتكم من محافظه دمياط، تحديدا من قريه الوسطاني التابعه لمركز كفر سعد. احنا النهارده بنتابع مع حضراتكم مشروعات حياه كريمه داخل قريه الوسطاني. النهارده بنتقابل مع احد اعضاء لجنه مشروعات حياه كريمه في قريه الوسطاني، هيكلمنا عن المشروعات اللي موجوده على ارض الواقع وما تم تنفيذه والمشروعات التي لا زالت تحت التنفيذ. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك باليوم السابع في قريه الوسطاني. اهلا بيك، عرفنا بنفسك كده. السيد المنير احد اعضاء المجتمع المدني قريه الوسطاني كفر سعد دمياط. اهلا بيك يا حاج سيد. اهلا بحضرتك. شايفين مشروعات كتير في الوسطاني عن مشروعات حياه كريمه، كلمنا كده عن المشروعات الموجوده وما تم تنفيذه على ارض الواقع. اللي بيحصل يا فندم حلم بالنسبه لنا ان النهارده يبقى عندنا مجمع خدمات. احنا كنا عشان نروح شهر عقاري في كفر سعد في المركز الام بنحتاج اقل حاجه ساعه ونص بالعربيه. النهارده بقى عندنا مجمع خدمات، في شهر عقاري، مكتب بريد، مجلس شعب محلي، عندنا وحده صحيه. النهارده انشاء وحده صحيه عشان النموذج الجديد للتامين الصحي الشامل. عندنا رفع كفاءه جميع المدارس في الوسطاني وانشاء 2 مدرسه، انشاء جناح في مدرسه الشهيد عماد داوود وانشاء مدرسه طه ندى للتعليم الاساسي. ده بما يخص التربيه والتعليم. عندنا النهارده رفع كفاءه ومد شبكات صرف صحه وميه. النهارده انشاء 3 روافع جداد ومد شبكتهم، والشبكه القديمه تم مد حوالي 4 كيلو ونص صرف صحي وحوالي 3 كيلو ونص ميه داخلي زائد الخطوط الخارجيه اللي هي بتربط الكره ببعضها. فاحنا في حلم ما كناش نحلم بيه النهارده بقت قريه الوسطاني بتنافس المدن في الخدمات اللي موجوده. واحنا بنحيي من بلبل حضرتك الاعلامي، بنحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنحيي الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه وعلى راسهم السيده الدكتوره محافظ دمياط والاجهزه التنفيذيه. شكرا لحضرتك. شكرا.